عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة في أول النهار قبل طلوع الشمس وبعد الزوال وبعد الغروب وقبل النوم ومع الاعتناء بنظافة البدن، فالصلاة هي عبادة دينية. واجبة على كل مسلم يؤديها 5 مرات يوميا بغير إجهاد ولا إرهاق، فتكون خير مقوم ببدنه ومنشط بأمعائه ورياضة صالحة لعضلات جسمه ومفاصله. هيك عم بصير معكم الصلاة؟ عم بصير معكم هيك بالصلاة؟ يا لهون يا لهون. إذا إنسان دون 20 لا دراسة ولا شيء بتنزع على الكرسي، بكون عمل غلط أو صواب، شو رأيكم؟ غلط، واللي بيعرف حاله لازم يقعد على الكرسي، وبيقعد على الأرض بيكون ارتكب غلط. إلا إذا كان الإنسان أراد يتأدب ويفتح مجال لغيره، هناك بحث آخر. فالصلاة عبادة جسدية أو روحية. أنا ضايع، ما عم بعرف هل هي عبادة جسدية أم عبادة روحية، ما لي عرفان. نسأل الشيخ زاهر اللي جاء متأخر، الصلاة عبادة جسدية وروحية؟
انت برأيك بنتين صلاة عبادة روحية أو جسدية التنتين من حيث الحركات عبادة جسدية من حيث الحركات ركوع وسجود وقيام عبادة جسدية هل منكم من يعتقد أن الصلاة عبادة روحية؟ لأنه ما بيهمني أنا أحكي، بيهمني أعرف الكلام أنا بحكيه بمحله أو لا. يلي بيعتقد منكم أن الصلاة روحية يرفعنا إيده. من نسأل سؤال، شو معنى روحية؟ الصلاة روحية، شو معنى روحية؟ معنى هالكلمة عندها جواب؟ رفعتوا إيديكم، عندها جواب أبو أحمد؟ هذا نشوف. قال ترتقي الروح من الأرض إلى السماء. كثير ممكن لا يعتقدون ذلك. الصلاة عبارة عن حركات ركوع وسجود وروتين تعلمناه بدنا ننفذه، فبقيت الصلاة جسدية. أما لو كان يمر علينا أننا نرتقي بأرواحنا إلى الله بالصلاة لكانت الصلاة روحية. فالروح تلتقي روحك إلى السماء بالصلاة. الشيخ يحكي كلام ما معقول ولا منطقي ولا مر علينا نساء. كيف الروح تلتقي؟ من منا يرى الروح ويعلم رقيها وانخفاضها؟ مين منكم شايف الروح؟ أنا عم بسأل سؤال ويصعب علي الجواب. نشوي الروح أنا ما بعرف. كيف ترتقي بروحك إلى السماء؟ في حدا منكم عرج إلى ربه في صلاته؟ الصلاة معراج المؤمن يعرج بها إلى ربه. في أحد منكم صار له هذا العروج؟ شيخي نحن بالمرحلة الابتدائية حكينا كلام أساتذة الجامعة، الذي وصل منا لا يستطيع الكلام، بخاف إذا حكى ما عاد ترجع له هذيك الحالة. واللي ما وصل لهذيك الحالة كمان ما بسلي يصف نفسه بأكثر ما هو عليه. فالنتائج ماذا تكون؟ هل منكم من عنده
تحسس بروحه إذا وجدت أو لم توجد، إذا انخفضت أو ارتفعت، في عدم كان عنده تحسس. أنا عايش عم باكل بشرب، أما ارتقت الروح ارتقت الرمام ما بعرف، فحدا ممكن بيعرف يعدلني. ما بعرف في حدا يعدلني. ما هذا الله سبحانه؟ إذا أنت جاهل نحن أجانب منك خمسة مثلين. أما الروح ما هي؟ في حدا منكم ما في روح؟ يبي منكم ما في روح يرفع صوته؟ الروح مثل بنزين السيارة، أنت بتعبي الدبو بنزين تمشي بتلاقي الدبو فضي، شلون راحوا؟ واحد بركب سيارته من الشام لحلب، إن كانت على المازوت وكانت على البنزين، بيعبي بالطريق مرة أول الطريق ومرة قبل آخر الطريق، وبرجع بيعبي أول الطريق وبالآخر الطريق ليصل على الشام. مين منكم بيسوق سيارة بيحكي لي شلون راحوا البنزينات؟ ما بتسوق سيارة شلون بيروحوا البنزينات؟ أنا بسوق سيارة بعبي الدبو، رحت من هون على اللاذقية على أساس نام هنيك والصبح بكون أنا هنيك، عبيت سيارة بنزين من أول الشام، وصلت لحمص اللي رايح معي بيخلص البضاعة، قال لي أنت جايب الأوراق؟ أنين أوراق؟ ما أنا جايب شيء. قال ارجع نجيب الأوراق. رجعت على الجامع أخذت الأوراق ورجعت على محطة عبيت بنزين. قال لي هلا لسه عبيت، وين راحوا البنزينات؟ قلت له ما بعرف والله ما شفتهم وين راحوا. عبالي السيارة ثاني مرة، واخذ مصاري مثل عادي، قال لي انت رحت تعالي بكفي قبل ساعتين ساعتين ونص انت عبيت الدبو، وين راح؟ قلت له والله ما شفته وين راح. في حدا منكم شاف البنزينات شلون بيروحوا بالسيارة؟ كلكم بتسوقوا سيارة؟ أندر من نادر فيكم ما بتسوق سيارة؟ اللي بيسافر لبرا بالشحن بعبيها مازوت من الشام بالأردن برجع بعبيها، مع العلم أنه عنده دبويين كبار، وين راحوا؟ هذا المثال ما حدا جاوبني عليه، راح أعطي جواب ثاني. رحنا على البحر،
فجبت من البحر إبريق مي، إبريق التنك اللي له زنبوعة، ربطته من وراء الشادر، كبكب مي على الطريق يلي وصلوا الميات، حطيته بالصينية، حطيت الصينية بالشمس. الصبح عشية قلت لك هاتوا الميات نحطن للجبنة عشان ما نحط ملح. حملوا الصينية وجابوها ما فيها مي بس فيها ملح. وين راحوا الميات؟ هذول عرفنا انه راحوا تبخير، وهذيك راحوا احتراق. احترقوا لعملوا انفجار، لحركوا البسطون الاول والثاني والثالث والرابع او الخامس والسادس، بالاحتراق راحوا البنزينات. أنا عم بحكي علم، في حدا منكم بيعرف غير هيك راحوا البنزينات؟ أنا بعرف، بس تعرفوا أنتم كلكم هيك؟ لا، عرفنا البنزينات راحوا بالحرق، بس أنا البنزينات راح أعتبرهم روح، بالاحتراق تلاشت. فالروح تتلاشى بأحد أمرين، إما البرودة الزايدة أو الحرارة الزايدة بتروح حجم المي، إذا عبيت إبريق مي ملان حطيته على النار وحطيت تحت الزنبوعة كاسة مي، من هون لتغلي الميات تتعبى الكاسة، عم بحكي علم أنا، تتعبى الكاسة، حجم الميات كبر، بيكبر بالبرودة وبيكبر بالحرارة. عبي النيمة محكمة، حطها بالفريزر ترجع بتلاقيها طاقة، وحجم المي بيكبر بالبرودة وبيكبر بالحرارة. الميات ميات شلون كبروا؟ بالبرودة شلون كبروا؟ بالحرارة شلون كبروا؟ قال المي فيها بقعات هوائية، إذا فرغت البقعات الهوائية بيكبروا لكن ربع الحجم، أما إذا في بقعات هوائية بيكبروا ثلاث أحجام. أبحكي علم، هذا العلم اسمه فيزياء. إذا أردنا نبحث ببحر علم الفيزياء، إذا جبنا شوية حمض كلور الماء حطينا بقلبهم معدن توتية، شو بصير فيها؟ تتبخر، تتلاشى بتذوب، معدن بذوب بقلبه، معدن بذوب. إذا دابت نحن رجعة ما ترجع، بس إذا جبت كاسة شاي
اعطيت له 4 معالق سكر. اذا حبيت انا رجع السكرات سكر بيرجعوا. شو رايكم؟ بيرجعوا السكرات سكر؟ بتحطهم بحرارة بسيطة بيتبخروا الميات بيرجعوا السكرات سكر. كل ما كان مساحة أكبر تنشب بسرعة أكبر. راحوا الميات صبوا السكرات، حركوا السكرات بيرجعوا شعبي وحدي، طحنهم بينطحنوا بيرجعوا سكر، لكن الحجم ما بينقص. كذلك بالملح، حطيت 50 غرام ملح بإبريق مي حركتهم لدابوا حطهم بالشمس بيرجعوا لك 50 غرام ملح. المي ما تملحت يلي بيطير الأكسجين من المي والهيدروجين بتم ثابت. بخربط أنا شيء دكتور؟ أنا بخربط؟ أبي أحكي بالعلم. كل هذه الأشياء وإذا حكيت لكم من الآن إلى الغد الصبح في هذه الأمور يمكن لا أستطيع أن أعبر كيف البنزينات راحوا والميات طاروا، ما بعرف شلون. أنا ما بعرف شلون، حدا ممكن بيعرف شلون. كل هذه الوسائل لتعلم، إذا حطينا إنسان بالميزان حي طلعت روحه مات، بيزيد وزنه لما بينقص؟ يعني بيعرف يرفع اصبعته؟ انسان مات بيزيد وزنه عن الحياه ما بينقص؟ شو ظاهر؟ بيزيد؟ منين اجت زياده؟ حاكيني منطق، زيادة منين اجيت؟ مين منكم صار عنده شعور إذا ركض إنه الساحة المغناطيسية مع الحركة ترفعه عن الأرض ما بيروح الحس؟ بدعتي على الأرض. إذن في ساحة مغناطيسية الحركة تظهر يلي هي حاملتك من فوق. الساحة المغناطيسية اللي هي حاملتك هي الروح. صلة الروح بالسماء عبتم حاملتك سواء شعرت أو لم تشعر. لما بتنجذب الساحة المغناطيسية بيزيد وزنك. أنا بحكي بالأرقام العلمية وبتحدى واحد يقول لي هذا غلط بالأرقام العلمية.
إذا الروح موجودة، ودليل وجودها أنك أنت عم تتحرك. يعني ما في روح بتحرك فيه؟ هاي الحركة ماذا تشير؟ إنه في روح. الكلام ماذا يشير؟ إنه في روح. فأخذ الروح يتكلم، ولكن هل منكم من يستطيع أن يرى الروح أو يلمسها؟ إذن الخشوع في الصلاة لا يدركه إلا من كان عنده إحساس بذكر الله، الذين وصفهم القرآن الكريم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هؤلاء يتحسسون بالروح وجودها وعدم وجودها. بعض أهل العلم كان يقول شعرت بروحي خرجت من جسدي وأنا بقيت جسدي هاملة ثم عادت بعد قليل. أبو الشيخ بشير كان له شيخ، أخوه الشيخ بشير مات جابوا له الطبيب على الميت، ربطوا له تمه، ربطوا له عيونه، ربطوا له رجليه، ربطوا له ايديه، مات. ابو الشيخ بشير شاف الولد نعناس، قال والله بدنا نروح لعند الشيخ. راح لعند الشيخ ما لقى، قعد بالجامع يستنى الشيخ. اجى الشيخ متاخر، صلى العصر بالجامع، قال عبد اللطيف قوم. ابو الشيخ بشير اسمه عبد اللطيف، قوم. الشيخ عبد اللطيف جاي يحكي للشيخ شو صاير بابنه، الشيخ قال له قوم. قال له اطلع اركب بالعرباية، ركبوا بالعرباية اللي إلها جوز خيل، بدنا نروح لعندك على البستان. عبد اللطيف تيبس، ما عاد يعرف شو بيحكي. الشيخ عم يقول لك قوم بدنا نروح لعندك على البستان. وصل على البستان شافوا الشاب مربط من عيونه وحنكه، والدكتور قال مات. أول ما فات الشيخ قال له ليش ربطين له عيونه؟ فكوهم، فكوا له إيديه، فكوا له رجليه. صحي الميت، الشيخ قال له شو جاي على بالك تاكل؟ قال له مجدره، قال له سووا له مجدره. سووا له مجدره، اكل مجدره، رجع لوضع طبيعي. بعد منا كم سنه عاش يا شيخ بشير؟ 35 40 لحال 40 سنة، ذكر أنا لحال 40 سنة بعد منها. بعد 40 سنة، 50 سنة، 80 سنة مات. مات عمره 80، لكن لحاله قديش كان عمره؟
بيحكي بالدرس. قال والله يا ابني ببركة الشيخ الله رجع الروح من السماء الرابعة. فشلون شاف الروح؟ وشلون عرف الروح شلون رجعت؟ وشلون؟ الروح هي إحساس وليس لها حجم. المي إلى حجم ولا إحساس، النار إلى حجم ولا إحساس، أما الروح ليس لها حجم ولا إحساس. لكن إذا إنسان سخنان منحط ميزان الحرارة نعرف حرارته قديش، بدون ميزان حدا بيعرف قديش؟ في ناس عنده قدرة بحط إيده هيك بالحرارة 39، حط الميزان 39، واحد بيفوت لعند الطبيب بيجي الطبيب الذي حرارته إلى حرارة 37، بدين يضع الطبيب له 12/6. شلون نعرف عن ما يجينه الطبيب؟ عنده حساسية خاصة يتحسس بالضغط، يتحسس بالسكر طلع ونزل، يتحسس ضربات القلب بعدون قديش. في ناس عندهم حساسية، لكن كل الناس عندهم؟ في ناس عندهم ميزان الحرارة، واحد وأنا شايف حالي سخنان حط ميزان الحرارة سخنان. إذن الروح هي إحساس وليست جماد تلمس باليد. فكيف الإنسان أن يعلم أنه ارتقى في صلاته أو لا؟ أنا راح أحكي لكم كلام لا تعلقوا عليه، يلي بيعجبه ياخذه ما بيعجبه خديليا. إذا وقفت بين يدي الله صار عندك شعور بأن الله يراك ويطلع على خواطر قلبك ويسمع ما تقول ويجيبك، في حدا عنده الإحساس؟ كيف كان عندهم يقول حدثني قلبي عن ربي؟ كان عندهم إحساس؟ ما كان عندهم إحساس؟ أوحي بعد رسول الله؟ قال إن لأمني في رأس الدنيا أنظر بها بنور الله. هل هذه تدرك بالعين؟ تلمس باليد؟ اثنين نايمين جنب بعض على فرشة واحدة، إذا واحد شاف منام ليش تاني ما بشوفه؟ ما اثنين سوا؟ إذا واحد شاف منام مرتعب وعيط بزعج التاني، ليش شو صار لك؟ هذا بصير ولا ما بصير؟ ليش تاني ما بشوفه؟ هل المنام
يرى بالعقل الظاهر أو بالعقل الباطني؟ شو جاء الظاهر؟ العقل الباطني هو الروح، فالروح ترى وتسمع ولا آثارها، لكن الإنسان ما استطاع أن يصل إلى علم الروح. أنا قارئ كتب في علم الروح، قارئ في فلسفة الروح، تقرأ لك 200-300 صفحة بالنتيجة بتطلع صفر. علماء الروح، علماء الفلسفة، ببدأ لك بالفكرة بيرجع بلغي لك إياها، ببدأ لك فكرة ثانية بيرجع بلغي لك إياها. هيك علماء الفلسفة، مشان تتعلم الكلام وتحط للكلمة 500 احتمال. فإذا الكلمة الظاهرة فيها 500 احتمال، الكلمة الباطنة كم احتمال فيها؟ أنا بفرق بين الظاهر والباطن. أنا عم بحكي معكم ظاهر ولا باطن؟ عم تسمعوا ظاهر ولا باطن؟ لكن واحد نايم شاف بالمنام الشيخ عم يهزه عم يقول قوم ادرك الصلاة. الشيخ حقيقة اجى لعندك وهزك وقال لك قوم الصلاة؟ أنا قاعد قدام الميت رحمة الله عليه كان يسوى في الدرة، أخذناه على المستشفى، الميت ليش جايبه؟ رجعوه على البيت وهي وراه روح. رجعناه على البيت الساعة 11 في الليل، أمه وأخته بالبيت، الله يخليك نام عنده، ما بنحسن ان نفوت لعنده. قعدت قدامه هو مسجى مغطى، انا قعدت نمت. طلع هو اجى لعندي قال لي يا شيخ رمضان قوم اكسبها مثل ما انا كسبتها، ما هلا وقت النوم، بديت في الليل الدنيا عتمه ما عندنا ساعه ولا بنعرف الوقت. رحت على المرحاض غيرت وضوي وتوضيت بالمرحاض وطلعت من المرحاض، استلمت الإبلة ركعتين ركعتين، سمعت الأذان رجعت على الجامع صليت الفجر. هو ميت قدامي، مين اللي قال لي اجى بصوته؟ مين اللي قال لي قوم كسبها مثل ما انا كسبتها؟ جسد ولا روح؟ والروح عندها قدرة أن تتجسد بأي صورة هي تريدها. كان الله يرحمه رحمة الله عليه حمدي الشالاتي
شيخنا قال له يا ابني الله يرضى عليك حاجة تتعبني عم بيجيك بصورة شيخنا حتى فطمناك بعد هلا بيجي انا معالج شيخنا. قال لي بعد منها دور على شيخ امين يطلع شيخنا، دور على شيخ امين يطلع شيخنا. قلت له خلص بعد ما قال لك. قال لي اشو هو؟ احد المشايخ له مريد، المريد قلق بالذكر ما عم بيثبت. الشيخ قال له ابني شو صاير لك؟ قال له أنا إلي خال طبيب ما بعرف شلون مات، بدي أشوفه وأسأله شلون مات. الشيخ على جدبته قال له اقرأ الورد وبكرة تعال عندي عشية. اجا قال له انت اليوم ما شفت شيء، هاي ورد ثاني ارى الورد الثاني. اجا عشيه قال له انت ما شفت شيء، هلا راح اعطيك ورد تشوف. اعطى ورد، كل يوم ورد شكل. قال له اليوم تشوف. شاف خاله وخاله عطوه وخاله وعرف شلون مات خاله وسلموا على بعض والسلام عليكم مع السلامة. اجى عشية لعند الشيخ قال له ابني ارجيناك يا ها قفلنا لك يا ما عاد تشوف شيء. المريد قرأ أول ورد، ثاني ورد، ثالث ورد، أردت ثلاثة سوا. رجع له والله قريتهم كله ما عاد شاف شيء. قال له ابني ما قلت لك سكرت لك الباب ما عاد تشوف شيء. فالشيخ بأي إرادة بأي قوة بأي عقل بأي إدراك بدو سكرت لك ما عاد تشوف ولا منام. هل روح الشيخ بيده يملكها؟ وهل تتوجه روح الشيخ إلى بقية الأرواح بإرادة أو لحالها؟ شو رأيكم؟ أنت قاعد ببيتك تروح لعند الشيخ بيقول لك ابني انت اليوم ساويت كيت كيت ببيتها دبعت عيدها. شو عرفه؟ شو كان معي بالبيت؟ وهل يغيب المريد عن المراد؟ اذا صرت مريد صار لك مراد لا تغيب عنه ولا يغيب عنك. صار مراية مكشوفة يراك كما لا تراه. والقدرة الإلهية تراك حيث كنت وأنت لا تراها. إن وقعت في معصية في غلط يراك، لكن هل أنت تستطيع أن تراه؟ وإذا وقفت بين يديه تذللت وكبرت وصليت هل تراه؟ ولكن يراك، يراك ولا تراه. فالروح يسألونك عن الروح، قل قل الروح من أمر الله. فالروح أمر إلهي
يتصرف بها الله، ولا يستاهل العبد أن يتصرف بروحه إلا إذا كانت روحه مرتبطة بخالقها لا تغيب عنه ولا يغيب عنها. فإذا صار الشيخ عنده القدرة الروحية صار إذا وقف يصلي يعلم أنه يلاقي ربه في هذه الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع. إذا وقفت بالصلاة وعلى أساس هي آخر صلاة أنت بتصليها وبعدين على الموت، هل تكون هذه الصلاة كبقية الصلوات؟ ما بعرف. كبقية الصلوات، في مثل شعبي بيقول: صلى صلاة الخوش تمري، بأمرك ما بأمري. يعني أنا أديت الواجب ركوع السجود لكن ما صار إلي في صلاتي ولا مثقال ذرة تعلق بالله عز وجل، عبارة عن جسد عم بعطي حقه بحركه وباخذه وبجيبه. أما إذا صارت الصلة الروحية للعبد مع ربه ممكن يقول ما بعرف شو حكيت بصلاة، ممكن وأنت في الصلاة يصير عندك شعور كأن الله أمامك وتناجيه ويناجيك وأنت في الصلاة. تتمنى صلاتك ما تخلص، هذا شعور روحي وليس حسي. فالروح لها أن تنطلق ولها أن تنسجن، عندها قدر الروح تتحرك. ومن الروح بعض الناس بيشوف المنام الصبح بيطبق، لكن ممكن يطبق عليه ممكن يطبق على غيره. إذن في روح، في صفاء، في انطلاق. متى نستطيع أن نصل إلى هذه الحالة؟ أحكي لكم علم ما لكم فيه. العلم اللي بيستعملوه اللي بيقول عنه مش عاوزين، قال له على خلاف أنا معمرتي، قال له عندك صورة إلها؟ قال له عندي صورة إلها، قال له أعطيني إياها. أعطاه الصورة سافرة، الشيخ حط عليها توال لزق الصورة سواها محجبة، حط الصورة قدامه عم يطلع بالصورة فقط. ناصر حجاي وقاعد عم يطلع بالصورة، ساعة ساعتين ثلاث ساعات، هذا بسموه تأمل. بعدين قال والله حاجتي، ترك راح نام. الصبح بيجي لعنده صاحب العلاقة بيقول والله كانت لما تحرد 50,000 وصلة راح تنجيبها، فما شفتها إلا عم بدق الباب بالليل، أنا نايم مين عم بدق عليه؟ فتحت البواز هي، فاتت على البيت. لو صالحتني بوستني كأنه ما في شيء بنوب، بدك بدي اعرف انت شو ساويت وقديش بدك اجره.
قال له عمي لو بدك بشغل بأجره أنا ما بشتغل، أنا حبيت أخدمك وأكثر من خدمك، بس أنا بدي طالبك بشيء أنا بحاجة إله. قال له تفضل. قال له أنت صلاتك بتصلي فرض تترك 10، بتحافظ على صلاتك يا أما مرتك تحرق. قال حافظ على صلاته، بعد 10 سنين انتقوا. قال له لا ما طلعت من البيت. إذا السر وين؟ السر انك انت بعيد عن الله، واما الله صلت عليك مرتك. من كلام شيخ امين الله يقدس روحه كان يقول: اذا عوججت مع ربي اعرف ذلك في خلق زوجتي ودابتي. هالامور هي ملموس او محسوس؟ شو يا وزير؟ ملموس او محسوس؟ بتحس بهذه الامور صارت لكن ما بتملكها بايدك. هذا العلم المحسوس مثل علم التنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي جمع جهودك وتوجهها لجهه واحده. الطريقة النقشبندية، الشيخ أول ما بيتقي معك بيقول لك غمض عيون راسك وافتح عيون قلبك واستجمع كل قواك معي. الرابطة شو الرابطة؟ يعني اجمع قوتك مع قوتي. بيعطيه الطريق بيقول اذكر الله. بمجرد ما الشيخ عطى الطريق للمريد، الشيخ يطلع على المريد إن ذكر أو لم يذكر، يطلع على المريد إن أحسن الأخلاق أو أساء. إذا أحسن الشيخ يتوجه إليه، إذا أساء الشيخ ذكر الباب. الشيخ هو قاعد ببيته بيملك يسكر عليك ويفتح عليك. أنا بجيني ناس أخي من عندك فتحنا، كان الشيخ أحمد راجح الله يرضى عنه يقول يا سيدي أنت بتفتح لي السكر من عندك لإيرو. بدو مين يفتح السكر؟ الشيخ ما بيملك لا يفتح السكر ولا يسكر السكر. مين اللي بيملك؟ أنت باستقامتك مع الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا من فتح لك الطريق. وإعراضك عن الله ظاهرا وباطنا سكر عليك الطريق. الإعراض كيف يكون؟ كذبة صغيرة، غيبة، نميمة، انتقاص مخلوق بسكر لك الباب. طلع الدولار بسكر لك الباب. نزل الدولار بسكر لك الباب. بدك تكون خاليا، ان تذكر الله خاليا من كل الدنيا وما فيها. فاذا ذكرت الله خاليا يفتح الله على قلبك ويعطيك من فضله وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا مفتاح الطريق، وهذا مفتاح العروج. قال إذا صليت ولم تعرج بصلاتك إلى ربك فما صليت. وين هذا العروج؟ في أحد منكم وصل بهذا العروج؟
عم نبكي داخل الغرفة شلون بدنا نصال؟ أنا بدي لكم على طريق الوصول. مين منكم نفسيته بتتحسن مع الله بالصيام أكثر من الإفطار؟ اربع ما أصبحته. إذا الصيام بيقطع عنك العلاقات الخارجية بس ما أنت وحالك، فأنت مركز حالك مع الله عز وجل أو مضيع حياتك. أنا اليوم صايم، ليش صمت؟ صليت الفجر، ما نكون حاطين الأكل، حرزت ما بدي أكل. نويت الصيام، لكن في نية تانية عندي بالبيت، في البعض بدهم يصوموا، شجعهم صوم معهم. صيام ستة من شوال، مين منكم صامون يرفع اصبعته؟ قلائل جدا. يلي صام، صمته عشان مرتك توفي ديناتها او بنتك، او صمت هيك لحالك لحالك، صيامك غير صحيح. الغاية والهدف من ستة من شوال، تعي يا بنت حلال معنا شهر كامل، امتى بتحسن تصومي؟ لصوم انا وياكي. تشجع على الصيام وتصوم انت وياها. اما الظهر انت مالك جاي على الاكل، بطلت تاكل وخزرت نية الصيام وصبت بالاكل، واذا اكلت ما بتهنى، شلون جوزها قاعد بالاكل يبتهنى بالاكل؟ ما بتهنى. بكون انت اعقل منها، امتى بدك تصومي لصوم معك. ما مر علي سنة من السنين إلا صمت أنا وياها حتى توفي ديناتها. 90% من النساء بيجوني بنص شعبان إنه ما عاد نلحق ديناتنا، هلا شو نساوي؟ بدهم صوموا. بيقولوا إنه والله نحن بنسمع إنه بعد نص شعبان ما بيجوز الصيام، لا صوموا. وفوا ديناتكم. إذا ما وفيتي ديناتك عندك تدفعي كفارة وبتصوميهم. كفارة عن سنة الوحدة، هي الكفارة لإهمالك وضياع وقتك وعدم صيامك. البعض بتشتكي يقول بدي صوم إلا هلا وقت صيامك، طيب تبني أنت وياه. صومي انت وياه سوا، فاذا صمتوا سوا ما عاد يقول لك مو هلا وقت صيامك. اما بتصومي بالسر عنه بيقول لك هلا مو وقت صيامك وبفطرك. تبي انت وياه صوموا مع بعض. انا اعتقد يلي ما بيصوم مع مرته ما بيعطيها جزء من حقها، واذا هي ما بتصوم معه ست ايام توفي ديناتها كمان هي بتكون عم بضيع لحقه. بين الزوجين لازم يكون ترابط. شو بدك لساوي؟ انا كنت تحت امر مرتي؟ نعم نعم. اذا ما كنت تحت امرها والله بتهلكك،
بتطالع عيونك بتطول بالحرب. وعندها من الأساليب ما تهلكك وما تخليك تحس. قلوا الله يردني مرتك عليك. أنا مرات بحكي الكلمة أمام الناس قل إيه إيه والله والله إذا ما رضيت بتطالع عيوننا بتطول بالحرب. الناس بيفهمون أن الله يرضيك على مرتك. هل تعلمون بأن الرضا الذي ورد في القرآن متبادل؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. من رضي عن الله رضي الله تعالى عنه. الرضا متبادل. فإذا أنت ومرتك بالبيت وبناتك ما كان عندكم رضا تتبادلوا الود والمحبة والإخلاص معناها أنتم دواب بمعضكم. أنا كان عندي حبير بالطاحون سبعت من حمير عظيم امسك الحمار قلو انت اسمك تفاحة فهمت؟ انت اسمك نجاصة، انت اسمك بابي، انت اسمك باب مبكوة. حمير بيفهموه. عندي مشوار افتح الباب تعال تفاحة والله يبعدوله ليطلع. باب مبكوح يبعدوله ليطلع. لك الحمير فهمت الود والترابط. واذا انسان ما عنده ود وترابط لازم يتعلم يدرس العلم ويتعلم حتى ما يصير بينك وبين مرتك سين وجيم. مين منكم بصير بينه وبين مرته سين وجيم لدلكن على طريق ما يصير سين وجيم ابدا؟ اذا في حدا يرفع اصبعته لاعطيكم طريق ما يصير سين وجيم ابدا. مين في خلاف يرفع اصبعته؟ الكل يتنفس مسيحيين نرفع اصابعنا. شو بدك انا حاضر. شو اطبخ لك اليوم انت شو بدك؟ قولي لي شو بدك لجيب لك؟ إيه انا ما بعرف شو بالسوق. انت شو بتشوف جيب. قول والله اليوم بدي اخذ عكوسه. بعد شوي شاف انجينار، والله لا اخذ انجينار اليوم. بجيب له انجينار. قال مين قال لك جيب انجينار؟ قال والله ما بعرف. قال والله مسحيه قال لك انه بدي انجينار. قال انا بعرف انجينار غالي. ان الرجل لا ياكل بشهوه عياله. هذا النبي عليه الصلاه والسلام. ان الرجل لا ياكل بشهوه عياله. شو بتشتهي انت بتجيب. ومتى صار في رابطه بيناتكم صار انت هي وهي انت. بتحكي بلسانها بتحكي بلسانها. احكي لكم حادثه خاتم الدرس. انا ساكن بيت الشيخ. مطر ما بيصيف انا بقعد بالشتاء، مطر ما بشيتي بقعد بالمصيف. مرتي قاعده بيت الشيخ. أنا طلعت من ماشي شفت بياع الهريسة عند الشيخ محدين. كنا نزل عند الشيخ محدين على الشام. اشتهيت الهريسة. معي قرشين حمر. قرش واحد بكفيني. قلت والله ما بديش. أنا راجع بالليل
بشتري هريسة مشان آكل أنا وياها. أنا راجع البيت نسيت، قلت لها يا بنت حلال جاي على بالي الهريسة، قالي حاضر هلا اطعمك هريسة. منين الهريسة اجت على البيت؟ قلت الشيخ نزل على السوق شاف صينية هريسة اشتراها كلها جابها على البيت، قال لهم فضوا، مين اللي بده يفضيها؟ مرسي فضتها. قلت والله ما استرجيت الحس اصبعتي قبل منك، انت حميت حالك ما بتاكل بلاي وانا ما احسنت الحس اصبعتي بلاك. فضت لهم الصينيه وقامت الحجه رحمة الله عليها عبت له صحن، قلت له خيك لي انت وجوزك، اكلت هريسه انا وياها. في رابطه بين الزوجين، يلي بيجعل الرابطه مين؟ اقدر واحد واعقل واحد وافهم واحد بينزل بشخصيته الها. شو بدك تحت امرك؟ امتى بيختلفوا بعدين؟ امتى الناس تسمعوا بيناتهم؟ هيك كانت الحياة مع أختك شيخ بشير؟ أخته مين؟ أخته مرتي يعني. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المبارك وأوصل ثوابها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كان في سببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم رحمهم الله، أنسهم الله، عوضهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم، ولقهم الأمن من عذابك حتى يلقونك آمنين مطمئنين مستبشرين بالجنة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي، وكلام نبي فوزي ورشادي.